بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل على موقعنا بيكتو تشارت. طبعا احنا قبل شوي كنا في الانفوجرافيكس، ونلاحظ ان عندنا فرعين اللي هما البرزنتيشن والبرنتبلز اخرين. طبعا لو نروح على الداشبورد وندخل على الداشبورد راح يطلع لنا الاشياء اللي يرد احنا مسيبينها، اللي انا سويتها قبل شوي، فالاشياء اللي انا عدلت عليها، هذا اللي كان مجرد تدريب. وعندنا آخر شيء اللي أنا صممته اللي هو عن الكويت، فنقدر نشوف إن هالأشياء راح تكون موجودة في الداشبورد. الأشياء اللي أنت تقوم فيها في الداشبورد عندك خيارات طبعا إنك تسويها في هذا. طبعا أنا مسويتها بابليك هذا، بس الحين راح نسوي له unpublished ونسويه. طبعا تقدر تسوي له كوبي، تقدر تسوي له تعديل، تقدر تراجع، وآخر شيء تقدر تسوي له ديليت. مثلا هني راح نضغط على ديليت، نعم مسحته، هذا أنا ما أبي، راح يروح من عندي. طبعا عندي الأشياء الثانية، شوف إنه راح عادي، ونقدر نعرضها بهذا الشكل. فعندك الخيار تعرضها في طريقتين هني. هم بعد إذا تبي تسوي شيء جديد تضغط على create new، وهني هم يذكرك في الأشياء هني. كل ما هذا راح تقدر تسوي لك ليفل اب، اللي هو تستفيد من الخدمات الأخرى اللي شفناها قبل شوي. لكن الحين راح نتكلم عن البرزنتيشن. فكرة البرزنتيشن قريبة جدا من الانفوغرافيكس، ولكن هني راح تكون متحرك. راح نشوف هذا التامبلت مثلا، راح نشوف ان الخيارات كلها نفس اللي شفناها قبل شوي، ونفس الخيارات الموجودة. فش اسمه نقدر نعدل عليه مثل ما شفنا التابلت موجود، ونقدر نضيف الصور اللي نبيها، نقدر نشيل الصور اللي مو غير مهمة بالنسبة لنا، ونعدل عليها كنفس اللي قمنا سوينا فيه نفسه قبل شوي. نفسه تقدر تعدل عليه وتسوي عليه نفس الشيء. طبعا هو كله يذكرك في طريقة العمل هني، مثل ما شفنا الجرافس، حتى الجراف تقدر تعدل عليه وتغير الأرقام، أو إنك تشيله بالمرة وتحذفه. أوكي، مثلا أنا قلنا إحنا خلصنا من هذا البرزنتيشن، فنشوف إنه لو تلاحظون البرزنتيشن راح يكون طبعا أطول من الانفوجرافيكس، راح يكون أكبر منه، وعنده عدد السلايدات مختلف. عدد السلايدات راح يكون كبير، عادي تقدر تضيف العدد اللي تبيه، لكن الانفوجرافيك راح يكون شوي يعني محدود نوعا ما. نقدر اوكي خلاص احنا خلصنا، نبي نسوي له مشاهدة، بنشوف انه راح يكون راح يطلع على شكل سلايدات، ما راح يكون على نفس شكل الانفوجرافيكس اللي هو راح يكون شكل الانفوجرافيكس واحد. نكمل مثلا، اوكي لا نبي شفناه كامل، اوكي هو راح يكون على شكل سلايد سلايد سلايد. اوكي راح نقول اوكي اكزيت، خلاص اوكي وضعه تمام. ولما نروح نشوف البرزنتيشن راح نلاحظ انه عندنا يعني خيارات حاطين لنا منها، او نقدر نسوي inspire me، نضغط inspire me راح يودينا على عروض اكثر واشياء يعني ممكن نستفيد منها. مثلا احنا اوكي خلاص نبي هذا البرزنتيشن، انا بس حابة اوريكم الطريقة تقريبا نفس طريقة الانفوجرافيكس شلون شفناه قبل شوي، لما صار بطريقة البرزنتيشن تقريبا نفس فكرة الانفوجرافيكس. ما لاحظت ان فيها شيء مميز عن الانفوجرافيكس بكل صراحة يعني، ولكن انها مجرد انها تكون يعني كل سلايد في معلومات اقل، او تقدر يعني نقول مقسم اكثر من الانفوجرافيكس. نفس فكرة الانفوجرافيكس بالضبط تقريبا، تقدر تضيف اللي تبيه، تحط البارز، تغير فيهم. هالشي جدا مفيد يعني، يكون جذاب اكثر حق الطلبة من الانفوجرافيكس العادي.
نبي نقول نسوي له شير، نسميه active برزي. ونسوي مثلا public. اوكي ني، لانه بنسوي له open presentation مود، راح تلاحظون بس الفرق، يعني انه راح يكون على شكل presentation اكثر من ما هو صور يعني او اشياء ورقية. نفس ما قلنا لكم كذي، يعني راح يكون العرض فيها. طبعا نقدر نسويه فول سكرين وتكون برزنتيشن عادي تقدر تستخدمه، ولكن فيها يعني نقاط أكثر جذابة للطلاب، يعني أكثر من البرزنتيشن العادي. يوفر لك خدمات تسهل عليك أمور تتم إضافتها من البرزنتيشن العادي. طبعا عندنا آخر شيء البرنتبل، هالشيء جدا جدا مفيد حق الطلبة، الشركات، المعلمين، يقدرون ينزلون فلاير. هي مثل فكرة نفس الشيء الانفوجرافيك، ولكن يعني المعلومات أقل، كلها تقدر توديها في صفحة واحدة. مثل ما أقولك هني بوسترز، عندنا ريبورت شنو تبي، يعني الأشياء اللي تختارها. طبعا في فري تمبلت عندنا هني نقدر نختار منها اللي نبي، أو تقدر تسوي الشيء اللي أنت تبيه. مثلا أنا بختار من هني، طبعا عندك single page banner for ads and posters. طبعا هني يقولك انه بس يعني حق الاعلانات، عند تقدر تسوي صفحة واحدة فقط، يعني ما يكون فيه هني. هني راح يكون على شكل A4، التقرير راح يكون على شكل A4 ولكن بطريقة مبدعة اكثر من الطريقة العادية. طبعا هذا الفري تامبلتس. عندنا البرو تامبلتس اللي طبعا راح يكون بفلوس، راح يحط لك عدة خيارات اخرى. طبعا لاحظوا شلون أشياء لازم عشان تستخدمها تكون يعني، فتشوف الأفكار جدا جدا جميلة ومبدعة. يعني فعلا من خلال صورة، ما أدري، أنا حبيت البرنتبلز، يعني حسيتهم سهلين، يقدرون يوصلون فكرة معينة، نقدر نستخدمهم يعني كارد معايدة أو شيء. فلو بس نقول البريفيو نبي نشوف طريقته، فنشوف انه هني، بس طبعا ما نقدر لا نطبع ولا نقدر نستفيد منه. كذلك لو تلاحظون انه يعني بس عشان تقدر تسوي فيه اي شيء لازم تسوي له ليفل اب، ولكن راح نروح عند الفري تمبلت. طبعا انت بالنهاية تقدر تصمم اللي تبيه، يعني تروح كرييت وتسوي اللي تبيه وتكتب اللي تبيه. مثلا هذا نقدر نسوي يوز تمبلت نفسه ونعدل عليه، والأشياء اللي نبيها نقدر نكتبها هني. ف بس ولما نخلص شنو طبعا نقدر نسوي لها داونلود، ونختار الصيغة اللي نبيها ونحطها على اللابتوب، ونقدر نطبعها ونوزعها على الطلبة إذا الطلبة يوزعون حق موضوع معين أو حق فكرة معينة. الإبداع الأكثر راح يكون يعني عن طريق بعد شنو، عن طريق إنه يكون، راح نجي لكم هني كرييت. فمن خلال الكرييت أساسا أنت تقدر تسوي أي شيء تبي، أي شيء أنت شايفه ولكن ما تقدر توصل له تقدر تسوي له كرييت، من غير لا تسوي له يوز يعني. فهني أنا يعني أرشح إن تعطي الطلاب أحسن ما تعطي تمبلت، تعطي كرييت فتخليهم يلعبون فيها، يعني تصير لعبتهم. ما شاء الله احنا عند الطلبة جدا مبدعين، ويقدرون يبتكرون اللي يبونه ويقدرون يحطون اللي يبونه. ممكن يكون يعني شيء فن، اي صورة يقدرون يضيفونها يعدلون عليها. فانت مو اوريدي مو محتاج يعني كطالب، ما راح تحتاج لهذا اي شيء، تقدر تستفيد منه. التولز نفس ما شفنا البارت قبل شوي، راح نقدر نضيفها عادي طبيعي. مثلا نقدر نضيفها عادي، فهني يشتغل خيال الطلاب في تقديم الملصق. جدا ممتع، جدا ممتع للطلاب، يقدرون يستخدمونه، يشغلون يعني التفكير عندهم شوي، يحثهم على الإبداع. ف
حبيت جدا الملصق والانفوجرافيكس اكثر شيء، يعني انا شفت البرزنتيشن مكرر يعني شيء عادي، ولكن للانفوجرافيكس والبرنتبل جدا مفيد للطلبة وفكرة جديدة بالنسبة لهم. فشفنا في موقع بيك تو تشارت ثلاث أمور نقدر نسويها، أمور ممتعة: الانفوجرافيكس، البرزنتيشن، والبرنتبل اللي هو المطبوعات. تقريبا الفكرة الرئيسية كانت تدور حول الملصق وشون نسويه، شون إنك تحول مجرد كلام إلى شيء صور ممتعة يقدرون الطلاب يلاحظونها. فنشوف أمور أخرى عندنا هني تساعد، كذلك عندك التمبلتس تقدر تشوفها وتبتكر منها. البلوجز هني جدا مفيد، يعرض عليك أفكار الآخرين الأشياء اللي سووها. راح ندخل عليه الحين ونشوف بعض اللي متكلمين عنها. هني قاعد يقول لك كيفية تصميم من خلال خبرات الآخرين، شلون تشوفهم. آخر ما توصل عليه في التصميم الأكثر مشاهدة هني الديزاين، التصميم، التعليم، وجميع الأشياء. مثلا لو ندخل على التعليم راح نشوف أكثر في هذا المجال. فحط لك يعني الأشياء اللي تقدر تستفيد منها، المعلمين طريقتهم فيها. لو نختار أي شيء وراح نشوف تجربة كل شخص تقدر تسويها. هني كاتب حاط لك الفكرة، حاط لك الطريقة اللي تم استخدام فيها. هني فقاعد يعلمهم هني شلون الجسد، شنو الأشياء اللي يتعلمون منها. التعليم الأوبن كوليدج، ف العودة إلى المدارس، فحط التصاميم اللي صممها شلون أقدر الآخرين يستفيدوا منها في مجال التعليم. طبعا كل شخص في مجاله، هذه من الأشياء البابيلر عندهم. مثلا ندخل على شخص آخر راح نلقى له كتاباته وتصميماته الأخرى، حاط لنا دراسات أشياء يعني من يعني هالكلام هذا كله راح نلقاه ملخص في شيء كذي، يعني شيء تصميم أو شيء نستفيد منه أكثر، أحسن من أن نقرأه بشكل مطول يضيع لنا الوقت. عدة أمور نقدر نستفيد منها. طبعا هني حاط لنا أنه يقدرون ياخذون خصم 85% في التعليم، يعني دعم جدا قوي حق المدارس. نرجع نشوف هني راح نشوف ان عندهم دروس تعليمية، منتجات. نشوف في القيادة، في الليدرشيب شنو عندهم، كذلك نشوف شنو الأشياء استخدموها في الليدرشيب. في عدة أمور بعد نقدر نختار منها اللي نبي. طبعا هذه هي مؤسسة الموقع، فهي قاعدة تعرض لنا هني برزنتيشن شلون تتغلب على المحادثات يعني. فنشوف حطت لنا يعني برزنتيشن ممتع كذا، هي ضايفة فيديو أو شيء. ونشوف إنه وين حطتها لنا، في لينك وسلايد شير. بس هذا الشيء عشان لازم تكون عندك البرو عشان تقدر تستفيد منه. فيعني أنت أيضا تقدر تستفيد من أشياء اوريدي مصممينها آخرين. موقع جدا مفيد، جدا ممتع. يمكن الشيء الوحيد إنه ما فيه باللغة العربية، ولكن يعني احنا لازم نقوم هالشيء ونعرب المواقع عشان الآخرين يستفيدون منها. أتمنى أكون أفدتكم، وأنا استفدت كذلك من هذا الموقع، وأتمنى أن المعلمين بعد يروحون لو بس بشكل سريع يقدرون باللغة العربية. نعم تستطيع.